اسمي مش مهم، أنا محقق خاص، وبالرغم من إنه حجمي صغير بس أنا كتير ناجح بشغلي. قبل 3 شهور إجا عميل عندي ميسور الحال وطلب مني التحقيق باختفاء أخته مونيكا، هيك كان اسمها، وكانت مونيكا دايماً بتتعرض للمشاكل بسبب تصرفاتها العنيفة، وكانوا أبوها وأمها دايماً بيحاولوا إنهم يسيطروا على حياتها وتصرفاتها، وهالشي ضل مرافقها لحد ما بلغت سن الرشد. اتحملت مونيكا فوق طاقتها، وحكوا أهلها إنها صارت تشرب الممنوعات، وإنها خضعت للمحاكمة واضطرت لتنفيذ أمر المحكمة بإنها تخضع العلاج بواحد من مراكز الصحة العقلية، اسم هذا المركز هو ويزرمان. وبعد ما خضعت للعلاج وقضت مدتها، اتصلت مونيكا بعيلتها وخبرتهم إنها أخذت سيارة أجرة وإنها رايحة لشقتها، وكان واضح إنها لسه معصبة منهم لأنهم رفضوا دفع الفلوس واللي هي كفالة مادية علشان ما تروح على مركز التأهيل الإجباري. وحسب تحقيقات الشرطة مع سائق التاكسي، حكى إنه مونيكا طلبت منه يوصلها لوسط المدينة لأنه عندها مهمة هناك وكان لازم تعملها، ونزلت من التاكسي وكانت هاي آخر مرة حد بيشوف مونيكا فيها. وعرفت الشرطة إنه مونيكا سحبت مبلغ مالي من الصراف الآلي، وفي كتير ناس شافوها بالبلد. قدمت عائلتها مكافآت لأي حد ممكن إنه يقدم مساعدة للمحققين. أخت مونيكا قالت أشياء مثيرة للشك، حكت إنه لما اتصلت فيها مونيكا بهداك اليوم المشؤوم كان صوتها واطي كتير وكانت بتلخبط بالكلام على عكس عادتها، ولما رجعت الشرطة حققت مع السائق، رجع حكى نفس القصة تبعت وسط البلد، وطلعت شائعات عن مركز التأهيل اللي كانت في مونيكا، وقالوا الناس انه بيقوم بتجارب لا إنسانية وتعسفية ومفرطة بالسرية على المرضى ببداية القرن 20، وانه خضع لتفتيش نظامي من الدولة. أما أنا كان لازم أبدأ التحقيق بشكل جدي بمساعدة من الحكومة، رحت وأنا عارف إنه هاي المنشأة بتقدم خدماتها للأغنياء. المكان كان كتير حلو وكانوا مهتمين بزراعة الحديقة وعاملين قيود أمنية علشان ما حد من المرضى ينصاب بأي أذى، وكان الطاقم مدرب كويس علشان يعطوا المريض انطباع إنه هو ببيته. بزاوية من المبنى كانت غرفتي الخاصة، كانت صغيرة ومسكرة وكانت الأرضية ناعمة وبتسمح للمرضى إنهم يتجولوا بدون خطر، وأكيد وبدون شك إنه المنشأة كانت محمية بمحيط خفي من المراقبة الإلكترونية وأفراد الأمن والأسلاك الشائكة، ومخفية بسرية ولباقة عن المرضى. باليوم الثاني إلي بويزرمان حسيت كأن عميلي أرسلني بمطاردة مستحيلة، ما قدرت ألاقي أي أدلة على أي شيء. دورت المبنى كله إلا المكان اللي بحتفظوا فيه بأشخاص معرضين لمخاطر كبيرة. درست الصور الجوية للمبنى، برنامج جوجل إيرث أحسن صديق عندي، وعرفت إنه بعض الأماكن مفصولة عن القسم اللي أنا فيه، وكانت هاي الأماكن محمية بسياج طويلة كان صعب الدخول إلها، بس مش مستحيل بالنسبة لإلي لما ما يكون في حد من الطاقم الطبي. واللي شفته على الجهة التانية ما كان شي صادم لإني متوقعه، شفت مجموعة من المرضى واقفين بأربع صفوف مرتبة بنفس الاتجاه. أكبر خطأ بالتعامل مع المرضى العقليين إنك تخوفهم وتظهر قدامهم فجأة، لهيك مشيت بحذر لعندهم شوي شوي وخليتهم يشوفوني من بعيد وأنا جاي، قلت مرحبا وصاروا يدوروا بعيونهم بيدوروا على حد من طاقم الموظفين، ورجعوا يتطلعوا قدامهم كأني مش موجود. قربت من واحد من المرضى بالصف الأمامي وكان الظاهر إنه أكبر واحد فيهم، شعره أبيض ولون بشرته مايل للحمار، قلت له مرحبا وهو لف وشه، بس أنا انرعبت ووقف الدم بعروقي. رد علي وقال لي مرحبا، كانت جفونه منفوخة وعيونه تايهة ومخيفة، أنا شفت مثل هذا الوش من قبل،
لما كنت بدور عن تاريخ المعاملة السيئة وأنا بحضر معلومات عشان التحقيق، الرجال هاد كان حوالين عيونه أسود، وهاي ما كانت كدمات بسبب مشاجرة، هي كانت إصابات بسببها جهاز اسمه المسبار الجراحي بيدخل الطبيب من تحت الجفون ليوصل للدماغ من سقف محجر العين خلال عملية شق الفص الحجاجي، وهو السطح السفلي المقعر من عظم الجبهة. الرجل العجوز صاحب كدمات الجفون ما حكى أي شي تاني ولف وشه ورجع لوضعه الأول بالصف اللي كان فيه. أنا عملت عملية مسح شاملة لوجوه المرضى اللي كانوا واقفين، شفت اتنين عندهم علامات نفس العلامات اللي كانت عند الرجال العجوز، وواحد تالت كان عنده نفس الكدمات بس كانت باهتة لأنها قديمة. من خلال المظهر الانقيادي واللامبالي عرفت انه هدول المرضى خضعوا لنفس الإجراء وهو شق الفص الحجاجي. المفروض انه هذا الإجراء كان بالماضي وهو اللي شوه سمعة مركز ويزرمان بأواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بس اللي عم بشوفه حاليا انه الإجراء لسه مستخدم. طلعت كاميرتي الصغيرة واللي هربتها للمنشأة وأخذت صور لكل المرضى. أنا بحتاج لهيك دليل، هذا الدليل بكفي لتقوم الدولة بإجراء تحقيق. رجعت من مكان ما إجيت عن طريق السياج ومررت جسمي مرة تانية بين الأسلاك الشائكة، غمضت عيوني عشان ما أصرخ لو شكتني الأسلاك الشائكة، بس لما فتحت عيوني لقيت قدامي رجال لابس بدلة بنية وكل غضب الدنيا باين بوجهه المجعد. عرفته على طول، هذا الدكتور هنري ويزرمان، شفته خلال أبحاثي عن المركز وهو المالك الحالي للمركز. كان حوالي اثنين من حراس الأمن وكانت نظراته كلها غضب، وتحولت بسرعة لنظرات غاضبة ممزوجة بالحزن. نزلوني حراس الأمن الاثنين ومسكوني كل واحد من إيد. أنا محقق مش بطل كونغ فو، امشيت معاهم وكانوا الأطباء واقفين وكأنهم حرس شرف. كان واضح أنه الأطباء الكئيبين المتوحشين بيقدروا يتعاملوا معي لو حاولت أني أعاند. فرجاني الدكتور ويزرمان إبرة كان حاملها بإيده وحرك حواجبه بطريقة تهديدية، فهمت منها أنه ما في فايدة من محاولة الهروب أو طلب المساعدة، وأنه على استعداد أنه يحقني بشيء أكبر من المنوم أو المهدئ. وقيمت الموقف واكتشفت أن فرصتي بالهروب أحسن لو كنت واعي. حطوه بالقسم N بغرفة 2، أخذوني بممر طويل لقسم ما قدرت أوصل له خلال تحقيقي، وفوتوني لغرفة فيها سرير، رموني فوق السرير وكأني كيس، وربطوا إيدي بكلبشات جلدية مربوطة بسلاسل معدنية بنفس السرير، وحكولي إحنا واقفين برا اوعى تحاول تعمل أي عمل غبي. كان للغرفة باب صغير جانبي وكان فيها أجهزة وشباك على طول الجدار، واللي كان على جهتي اليمين كان شباك زجاجي. حاولت أقعد وأنا مربوط عشان أقدر أشوف المنظر اللي ورا الشباك. قمت وأخذت وضع الجلوس فوق السرير، واللي شفته ما كنت متوقع إني أشوفه أبداً. شفت ورا الأزاز التقيل غرفة تانية، كان قبل الغرفة في ممر طويل وكانت مليانة بالأجهزة الطبية، وبآخر الممر في غرفة كان فيها امرأة لابسة لبس المرضى، كانت قاعدة على كرسي بذراعين، كانت بتضحك لطفل حمليته بين إيديها. كان الطفل عيونه صغيرة كتير بالنسبة لطفل وكان مشوه، القسم اللي فوق من وشه كان ضيق كتير، أما منطقة الفك فكانت كبيرة بشكل ملحوظ، وأنفه حاد جدا مش زي أنوف الأطفال، ودانه شكلهم كتير غريب. إيش التجارب الحقيرة اللي بيعملوها هدول المجانين على المرضى؟ ناديت على المريضة بس ما سمعتني، ورجعت ناديت بصوت أعلى هالمرة، سمعتني وطلعت ناحية الشباك، بس لما شفت وشها كانت هون الصدمة. كانت مونيكا أختي العم اللي كنت بدور عليها، كان في ظل لونه بنفسجي حوالين عيونها، واضح انها خضعت لنفس التجربة اللي خضع لها المرضى اللي قبلها. فجأة فتح الباب الجانبي بالغرفة ودخل منه الدكتور ويزرمان،
وقف قدامي وقال: عرفت اللي بدك إياه ولا لسه مستر بلاي؟ كيف عرف اسمي مع إني معطيهم اسم مزيف؟ أكيد فتشوا أغراضي الشخصية بالغرفة. كان الدكتور حامل بإيده ملفات كتيرة رماها على واحدة من الطاولات بالغرفة. Thank you.